زي ما قلت لك طبعا المباراة الافتتاحية المباراة دي ما تكون صعبة، الاستعداد ما كانش استعداد كبير، احنا عندنا عكس المنتخب المغربي يعني عندهم دوري عندهم ناس محترفة برا المغرب، اكيد شيء هذا في لي فرق كبير. احنا ممكن استعدينا قبل 3 شهور من البطولة حكم الوضع وحكم الظروف، الكل يعرف ليبيا وظروفها، الحمد لله رب العالمين منتخب ليبيا ما يرميش الورقة ديما، كنا ابطال افريقيا وما زال نقدر نقارعه باذن الله، عندنا مقابلة ثانية مقابلة ثالثة نعوضوا فيها بحول الله.